راديو الأهرام يقدم في حياتنا شخصيات وراها كتير حكايات، تعالوا نعرفها في بروفايل مع شريف سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. أحباء الكرام في كل مكان، شريف سمير يحييكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بروفايل. أسوأ حاجة ممكن تواجه أي رئيس في أي دولة في العالم هو عار الفضيحة، وهنا يبقى قدام مصيرين. المصير الأول إما أنه يقدم أدلة براءته علشان يبرئ ذمته ويعلن نظافة إيده أمام العالم، وإما أنه يدفع ثمن جرائمه ويقبل أنه يبقى خلف القضبان ويبقى مصيره سلة المهملات في التاريخ. وفي خيار ثالث بيختاروا بعض الرؤساء، وهو الانتحار فرارا من حياة مأساوية وقفص الاتهام اللي يلوث سمعته. وهو ده كان قرار رئيس بيرو الأسبق ألان غارسيا لما أطلق رصاصة على راسه دفعت حياته ثمنا ليها في منزله أثناء القبض عليه من الشرطة في بيرو، لأنه متهم بقضايا فساد، فقرر أنه ينتحر. هذا الرئيس ترك رسالة وداع إلى أبنائه الستة، قرأتها واحدة من بناته خلال تشييع جنازته: لن أكون مهانا لقد رأيت الآخرين يتم اعتقالهم ويتجولون في الأصفاد ويعيشون حياة بائسة، لكن ألان غارسيا لا يحتاج إلى هذا السرق ومعاناة هذا الظلم. لهذا السبب أترك لأبنائي شرف القرارات التي اتخذتها ولأصدقائي ما يفخرون به، وسيكون جثماني رمزا لاحتقاري لخصومي لأنني قمت بواجبي. لست مضطرا لقبول الإهانات بعدما قمت بواجبي في السياسة وفي العمل من أجل شعبي وحققت أهدافا لم تحققها شعوب أو حكومات أخرى. لم ولن يكون هناك حساب غير مشروع أو رشاوي أو ثراء، وللتاريخ قيمة أكبر بكثير من أي ثروة مادية. دي كانت بعض العبارات في رسالة غارسيا قبل ما ينتحر ويغادر الحياة علشان يعلن قدام العالم كله أنه هو بريء من الاتهامات بالفساد والتربح واستغلال النفوس. والله أعلم مدى حقيقة اللي قاله غارسيا قبل ما يبقى منتحر ويدخل ضمن قائمة الرؤساء المنتحرين. وفي واقع الأمر أحبائي الكرام، مش ألان غارسيا رئيس بيرو الأسبق هو بطل البروفايل الوحيد في حلقة النهاردة. في قائمة من الرؤساء المنتحرين حبينا ان احنا نتوقف عندهم مع اختلاف شخصياتهم واختلاف ظروف انتحارهم. على رأس هذه القائمة أدولف هتلر، الزعيم النازي الألماني اللي هو كان على وشك اجتياح العالم بعد ما احتلت ألمانيا ودول المحور معظم قارة أوروبا وأجزاء كبيرة من إفريقيا ودول شرق وجنوب شرق آسيا، ده غير الدول المطلة على المحيط الهادي. لكن في 1945 سقط الحلم لما استطاع معسكر الحلفاء بقيادة رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل أنه يحطم سور برلين ويفرض الهزيمة على هتلر ويحطم حلمه في اجتياح العالم. فيضطر هتلر الزعيم المغرور أنه يلجأ إلى الانتحار هو وعشقته إيفا براون بعد قصة حب طويلة في 30 إبريل 1945. جيتولو فارغاس، واحد من السياسيين البرازيليين الأكثر تأثيرا في القرن العشرين، هو رئيس الأطول في فترة حكم البرازيل عبر تاريخها بعد الإمبراطور بيدرو الثاني اللي حكمها 18 سنة على 4 فترات رئاسية. كان له نشاط سياسي وحقوقي. فارغاس تولى رئاسة البرازيل 4 فترات من 1930 لحد انتحاره في 24 أغسطس 1954 برصاصة في القلب في القصر الرئاسي في مدينة ريو دي جانيرو بعد ضغوط سياسية اعترضت على أسلوب إدارته للبلاد. الغريبة أن فارغاس يا أحبائي الكرام كان بيتمتع بنزعات قومية واهتم كتير جدا بالتصنيع وسعى لخروج البرازيل من الكساد العظيم، عمل على تحفيز الاقتصاد بالإعفاءات الضريبية وخفض الرسوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاستيراد. اهتم كمان بالرعاية الاجتماعية لدرجة ان هو لقب بأبو الفقراء، وزي ما قلت لحضراتكم هو يعتبر السياسي البرازيلي الأكثر تأثيرا في القرن العشرين. ورغم كده كانت نهايته مأساوية برصاصة في القلب.
الليندي رئيس سلفادور، أول رئيس مركزي منتخب في تشيلي 1970، اتوفى بعيار ناري تحت الدقن بالقصر الرئاسي في سانتياغو 1973 في الوقت اللي كان فيه انقلاب رئاسي بقيادة أوجستو بينوشي. تمش العثور على أي بندقية أو أي رصاصة، ده غير أن زوجته وبناته ما قدروش أن هم يحددوا جثته. في ليلة انتحاره كان الليندي بيعيش أقصى ظروف حياته، واتخذ القرار ده خوفا من الذل أو أي شيء آخر. شاه ولي عهد مملكة نيبال اسمه بكرام، الراجل ده ارتكب جريمة ومذبحة الحياة تقشعر لها أبدان، أطلق النار على عيلته وقتل 9 منهم وبعدين انتحر. وسبب الانتحار هو اختيار الأمير الجواز من فتاة لم تحظى بقبول العائلة المالكة، لأنها كانت من عشيرة أخرى ومن طبقة أقل من العائلة الملكية. شاه ولي عهد نيبال بكرام كان في حالة سكر عنيفة جدا، وهو بيقتل 9 من أفراد عيلته في مذبحة عرفت باسم مذبحة القصر الملكي. وكان من ضمن القتل أبوه وأمه وأخوه وأخته وعمته، وأطلق النار على نفسه، وبعد كده بثلاث أيام اتوفى متأثرا بجراحه. الرئيس السابق لدولة هوندراس كارلوس روبرتو ريانا أطلق الرصاص على خده اليمين بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. يعني الموضوع ما كانش له علاقة بالفساد المرة دي، ولكن كان فيه راحة من المرض اللعين، وأراد أن يضع حد لمعاناته مع هذا المرض. كان آخر عملية جراحية أجراها في الولايات المتحدة. الغريبة أنه حقق العديد من الإنجازات في عصره، وشهدت هندوراس ثورة أخلاقية حقيقية وفقا لما قاله العديد من المؤرخين في هذا العهد. تمثلت في نقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين، وتعيينه مدنيا في منصب وزير الدفاع لأول مرة في تاريخ البلاد، وإلغاء الخدمة العسكرية، ده غير أنه أصدر أوامره بالفصل بين الشرطة والقوات المسلحة. قفزة من فوق الجبل أفضل من الفضيحة، ده كان المنشط لوفاة الرئيس الكوري الجنوبي السابق روموه يون في 23 مايو 2005 لما نط من فوق الجبل قرب منزله، وقبل ما يتم نقله للمستشفى فارق الحياة بسبب إصابة بطل بالغة في الرأس. انتحر بعد سنتين على تواليه الرئاسة على خلفية توجيه اتهامات له في قضايا فساد، بعد ما انتخب رئيسا ما بين 2003 و2008. في ليلة انتحاره ساب منزله في الفجر برفقة حرسه الشخصي وقفز من تل الجبل. المساعد بتاعه قال ان هيون اقبل على الانتحار بعد ما برضه ترك رسالة قصيرة موجهة لأفراد عائلته، فسر فيها تصرفه ده بانه السبب في انه اتهم في قضايا فساد، فقال ان هو يشعر بالحزن لانه سبب الآلام للكثير من الناس، ودي كانت قضية فساد حوالين تلقي مبلغ 6 ملايين دولار من رجل أعمال لما كان هيون رئيسا لكوريا الجنوبية. أعتقد أن قائمة الرؤساء المنتحرين لسه مفتوحة، وممكن يبقى فيه أعضاء جدد لأن قضايا الفساد لا تنتهي، لكن مين اللي عنده القدرة على أنه يقدم على الانتحار علشان تكون فيه فرصة أنه يهرب من عيون الناس والاتهامات وشبح السجن؟ والأهم من كل ده التاريخ اللي ما بيرحمش أي فاسد مهما طال عهده، ومين اللي يقدر يتعلم الدرس قبل أن يكون رئيسا منتحرا؟ نلقاكم الأسبوع المقبل مع بطل آخر في بروفايل آخر. بروفايل مع شريف سمير.